وكنا نلتقي فيه في مكان أسره بشكل دوري وجها لوجه، ونقعد ما كان يفصل بيناتنا غير طاولة صغيرة، ونلتقي ونتحدث بكل شأن من شأن المحاكمة. تقصد بالدائرة المغلقة، الدائرة التلفزيونية المغلقة، التلفزيوني أنه المغلقة. مو وجه لوجه، لا مو وجه، هاي بالمحكمة. بالمحكمة هذه بالمحكمة كنا يوميا الصبح قبل ما نفوت لقاعة المحكمة كنا نتباحث ونتداول بالخطة الدفاعية التي وضعت قبل بيوم، ونعرضها على الرئيس. إذا وافق الرئيس على جملة الأمور كان يقولنا أوكي، إذا ما كان يوافق كان يقول هذا الموضوع اتركوه عفو، لا تدحشوا به، خلوه إلي أنا، أو لا تحكوا به بالمطلق لأنه هذا ما رح يكون في خدمة القضية تبعتنا. فكان هذا يوميا، يعني كيف رئيس مجلس الإدارة بيلتقي مع موظفين بالشركة، كان يوميا نلتقي أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، نرجع لمكان إقامتنا بالأردن ونرد نرجع الأسبوع الثاني، وهكذا دواليك اللقاءات تتم بصورة يومية. هلأ اللقاءات قد تكون وصلت، إذا لم تخن الذاكرة بعد 20 عام، تقريبا وصلت 50 45 50 لقاء مع الرئيس، ما بين لقاء مواجهة بشكل مباشر، وما بين لقاء في المحكمة بأثناء الاستراحة، وما بين لقاء متلفز عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. هلأ الدائرة التلفزيونية المغلقة كانت مراقبة، أكيد كل اللقاءات هي مراقبة. بالتالي كنا حذرين جدا، والرئيس كان حذر جدا في أنه لا نكون منفتحين كثير ببعض الأمور التي نود أن نطرحها، إلا أن كنا نعطي إشارات، وهو كان يبادلنا بالإشارات، لكن بعض الأمور كن واضح فيها، هاي لا تحكوا فيها النقطة هذه لأنه لن تخدم قضيتنا. فكان الرئيس مطلع وقارئ نهم، احنا ودينا الكتب القانون كلها، كان يعرف كيف يدير القضية من زاوية هو يرى انه هي الاقرب الى عدم الصدام مع هيئة المحكمة، وكان يترك لنا الحرية في ان نقوم بالدلو دلونا بحيث ان لا نلغي دور الرئيس في النقاش. وكنا نتقاسم الأدوار بين هيئة الدفاع وبين الرئيس وبين باقي الأعضاء القيادة اللي كانوا موجودين في الاتهام، كنا نتداول ونتبادل الأدوار بحيث أن لا يكون هناك تعارض ما بين هيئة الدفاع وبين أي واحد من ما سمي بمتهمين. في ثنايا كلامك قلت أنه كان أثناء لقاءنا وياه أو لقاءاتنا وياه يتم الاتفاق على الفقرات القانونية التي نتحدث فيها أو أن نستبعدها. صحيح. لما تجون إلى المحكمة وتكونون في قاعة المحكمة، هو يكون في قفص الاتهام وأنتم تكونون في ركن الدفاع. هل كان يتبادل معاكم همسا أو يعني إشارات؟ هلا في لغة العيون، كانت لغة العيون. الرئيس ذكي، كان يعرف كيف يتعامل معنا. يعني إذا كان أحد الزملاء بده يحكي في موضوع قد يكون في نوع من التأثير، بس يلد بعيونه نفهم نسكت، أو إشارته المعتادة اللي يقول هيك الشكل كان يسكت. الرئيس كان التعامل معاه في نوع من الحذر كثير، كان يجي، احنا كنا نفوت بالاول، كنا نفوت احنا هاي الدفاع نفوت بالاول، يوزعون الامريكان على الكراسي، لم يكن للعراقيين الموجودين موظفين المحكمة او القضاء اي دور في مكان جلوسنا وكيف نجلس، كان الامريكان هم اللي يوزعونا حتى في مكان الجلوس، في مكان الجلوس يدخلون الأمريكان. نعم. كون يجوا بعدين يدخلوا ما سمي بالمتهمين لقفص الاتهام، آخر شيء يدخلوا الرئيس، فكنا نوقف إحنا والموجودين، كنا نوقف. كانت نظرات هيئة الإدعاء
والمشتكين بالحق الشخصي وهيئة المحكمة فيها نوع من الحقد واضح انه ليش بوقفوا وبعد هالكل هذا بوقفوا هذا الاحترام. هلا هم كانوا يقصدوا الموجودين الاستاذ طه ياسين رمضان عواد البندر وعلي حسن المجيد والباقي وبرزان التكريكي وبرزان واحنا نوقف بالاخير انتبهوا لهذه النقطه صاروا يدخلوا الرئيس اول واحد ويدخلوا المتهمين ويدخلوا هيت. لما كنا نفوت كان الرئيس يوقف كان يوقف. يكون واقف وقف احتراما لكم يعني احتراما لدور هيئه الدفاع وهذه كانت تعطينا دفعة معنوية كثير قوية إنه أنت قدام هذا الرجل رئيس جمهورية العراق الأسبق بين قوسين بحكيها الأسبق أنا ها ويجي يوقف لهيئة دفاع محامين فهذه كانت حالة مش طبيعية تعطيك حالة معنوية عظيمة كبيرة تجعلك تشعر إنه أنت الآن قادر تقوم بدورك وقادر انك تدافع بشكل قوي لانه هو احترم وجودك فانت بالتالي بدك تحترم دورك كمحامي وتقوم بكل الدور المناطق يعني هو حتى شوية نختزل من التوصيف انا اتمنى ان المشاهد الكريم وهو يتمنى منك ايضا المشاهد ان تتحدث بالوقائع بدون توصيف يعني انا لا اوصف انا اعطيك الحالة اللي كانت موجودة الصورة واضحة الحالة كانت موجودة